بقول لكم ايه، عايزين نروح لتقرير وبعد كده هنروح للفاصل. التقرير ده مهم جدا. ليه؟ لانه لما باجي اقول لك انه كل حاجه في البلد بنجري فيها جري غير مسبوق وما كانش حد يتوقع ان مصر تجري بهذه السرعه في كل القطاعات، ومنها مكافحه الجريمه بشكل عام، اي الشرطه المصريه، وزاره الداخليه المصريه، واللي فيه منها رجالة كتير دفعوا حياتهم، منهم أصدقاء وزملاء ليا ودفعتي في المدرسة راحوا شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى، واللي فيه منها لحد النهاردة ضباط كبار وشبان ومجندين ما عندهمش أدنى مشكلة إن هم يدفعوا حياتهم عشان خاطر البلد دي حالها يتعدل، سواء إذا كان على مستوى الإرهاب في قطاع أو على مستوى الجريمة بشكل عام والمخدرات بشكل خاص. فهتلاقي قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بينظم مؤتمر هو المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال، وده هنا هتلاقيه بيتزامن مع إيه؟ ما احنا مصر ما بقتش جزر منعزلة، ده بيتزامن مع قانون غسيل الأموال أو تعديلات قانون غسيل الأموال اللي كان بيقر في المجلس أو مجلس النواب الأسبوع اللي فات. الأمور متربطة طول الوقت ببعض. ليه؟ لأن أنت بقيت دولة، ما بقيتش سمك لبن تمر هندي زي قبل كده. تقرير نتفرج عليه ثم فاصل وبعدين نكمل الكلام. أحد أهم صور المكافحة غير المباشرة للجريمة المنظمة ومنها مكافحة المخدرات هو حرمان مرتكبي تلك الجرائم من الاستفادة من الأموال المتحصلة من تلك الجرائم. من هذا المنطلق تأتي أهمية المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة على مدار 3 أيام تحت عنوان مواجهة جرائم غسل الأموال أمنياً وتشريعياً. سلط المؤتمر الضوء على الإطار التشريعي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية ذات الصلة لمواجهة تلك الجرائم، واستعراض نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والتشريعية. أصبح الإرهابيين بيرتكبوا هذه الجريمة بصورة بقت متكررة، بيرتكبوا جرائم مخدرات ويغسلوها عشان يشتروا سلاح أو يأووا أو يحددوا أو يحككوا أماكن وملاذات أمنة للإرهابيين. المجرم بيحاول أن يقول أن المال ده مال جاي من طريق مشروع أو جاي من مصدر مشروع، فبيموه مصدر حصوله على هذا المال ويغطيه بطرق متعددة. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتتعاون مع جهات الوزارة المختلفة والجهات المختلفة الأخرى من وزارة العدل والوزارات الأخرى في عمليات ضبط قضايا غسل الأموال. التعاون ده بيسفر عن مزيد من الجهد في تحجيم تجار المخدرات ومكافحتنا لعرض المواد المخدرة داخل الجمهورية. أنهى المؤتمر جلساته بعدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها عقد دورات تدريبية للقائمين على إنفاذ قانون مكافحة غسل الأموال لتأهيلهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال، والتعريف بالأساليب المستحدثة في هذه الجرائم، وسرعة إصدار أوامر منع التصرف في الأموال وإجراءات التحفظ وتشديد عقوبة جرائم غسل الأموال. نخرج بتوصيات جديدة في نهاية كل مؤتمر بيتم دراستها لتعديل التشريعات اللازمة لاستكمال عملية المكافحة غسل الأموال على الواقع الأرض. أسفر المؤتمر عن العديد من التوصيات الفاعلة، أهمها عقد ورش عمل تنسيقية تضم أجهزة إنفاذ القانون ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعظيم أطر التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية وصولاً لتطوير استراتيجية مصر في مكافحة جرائم غسل الأموال. وتتصدى وزارة الداخلية بكل حسم وفاعلية لجرائم غسل الأموال لتأثيرها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد أهمية هذا المؤتمر في دعم وتنسيق جهود المكافحة.